سكينة، نبدأ معك قصتك من بعد، من بعد ما شاركتي معنا آخر مرة. كان بزاف قاصح، بزاف موضوعك كان صعيب، بزاف الموضوع ديالك كان يمكن 10 دقائق ولا 4 ساعة ديال الهضرة معك. هضرتي على تاريخ ديال 19 عام. انت شحال في عمرك؟ 19 عام تقريبا، 20 عام. 19 عام كلها عاودتها لنا في 10 دقائق ولا في اكثر من 10 ديال الدقائق. قبل ما نسمع اش وقع، اكيد كاين بزاف الحاجات وقعت الحمد لله من بعد ما دزتي معنا. تنقول للمشاهدين بعدا يتفكروا اقوى اللحظات في القصه ديال سكينه، ونرجع لكم بعد قليل. مشيت لعندو سلمت عليه سلام، يعني شد ليا في يديا وبقينا كنسلمو. قلت ليه عرفتيني؟ قال لي لا، جيتي عندي سلمتي عليا وبغيت نسلم عليك. قلت ليه واخا. ما عرفتينيش دابا؟ قال لي لا. قلت ليه انا بنت فلان، انت اللي ولتيني معاها ونكرتيني، انت راك بالي نكرتيني. عرفتي ملي قلت ليه هاد الهضره دارا؟ لا سمح لي ويدي. عرفتي يدي رفضها ليا من يديه. شوفي ما عمرك تدوري بيا، ما عندي حتى شي بنت سميتها سكينه، انا مزوج وعندي ولادي، خرجي من حياتي. عرفتي هاد الهضره عقدتني في حياتي. ملي كتسمع با راه وكنقول ليه با، يعني كي راه حاشا نقول با، كنقول ليه عاد انا با، خصني نقول ليه هذاك السيد، هذاك السيد، وانا كنقول ليه با كنهز ليه بقيمتي. انت محتاجه تقولي با، راه ماشي ما كرهتيش فيه، واخا اللي يسوى واللي ما يسواش تقولي با. خصك تشوف في المناسبات الناس كيعيدوا غير انا وميمتي، ما كاينش اللي كيطلع لينا، ما كاينش اللي كيقول دوك الناس مساكن ولا لا، والو مقهور غير انا وميمتي. تمنيت تكون كنت وسط خوتي وسط با ما تحققاتياش. إذا سكينة عاودي ليا شو وقع، مشيتي لهنا بعدك نفسيا كي حسيتي؟ مشيتي لداركم لقيتي الوالدة، اش قلتي ليها اش قالت لك؟ عاودي ليا. الحمد لله مشيت من هنايا مرتاحة، يعني خويت قلبي مشيت مرتاحة عند الوالدة ديالي، عاودت ليها وتا هي ارتاحت من هاد الناحية، يعني حسيت بلي انا كنتقم ليها، يعني من كنتقمي منها من ديك الحياة اللي ضاعت ليها والحمد لله. كنتقمي ليها ماشي منها، كنتقم ليها حيت فرق ما بين منها وليها، كتمديها الاعتبار. صافي عاودت ليها على ديك الحلقه اللي دازت وعجبها الحال، والحمد لله من تفرجوا الناس في الحلقه. شحال كتوعد الحلقه؟ شحال؟ كنظن 3 ايام. 3 ايام دازت الحلقه. كنتي حريصه تتسني كل نهار كتشوفي قصه الناس امتى غدوز الحلقه ديالك؟ حتى دازت. الحمد لله تفرجت واتصلوا بيا الناس اللي كيعرفوني وقالوا لي مزيان هادشي اللي درتي، من حقك تطالبي وراقك من الاب ديالك، من حقك. من حقك هي هذا حقك. ما كاينش اللي قال لي شي حاجه كتنقص ليا من حتى واحد مالك. لا كلشي قال لي عايلك وقال لك اش درتي هاد الحاله ومالكي وهذا وهذا. لا حتى وحتى في العائله ديالي كلشي كيتصل بيا كلشي قال لي مزيان هادشي اللي درتي، باش حتى هو تحرك فيه شويه ديال النفس وينوضي. انت طلبتي غير الحق. طلبت انا حقي، ما قالتش شي حاجه. ما قالتش شي حاجه ما كايناش. اي وتا هو الحمد لله هادشي اللي قال لي. ولكن باك ما غاديش يعجبو هاد الطريقه باش درتي حقك. ما عجبوش. هذه طريقه اخرى هادي. خرجتي لي من الجنب. صح. مشيتي للاعلام، مشيتي لبرنامج المغاربه كاع كيشوفوه، ماشي عييتي ما تهضري معاه هادشي. عييت انا. عييتي معاه، ديك الثنائيات ما خرجاتكش. ما خرجاتنيش. مشيتي حطيتيه بوجهه. ايوا. ودابا قلت ليه شنو غادي دير معايا؟ قال لك اللي درتيها سيري للمحكمه دعيني انا مستعد نمشي، يعني توقد السيد بغى يجي معايا. توقد. فاق الحمد لله الضمير ديالو تحرك لداخل، حسيت بيه. انا سكينه كانت فيق اي واحد في هذه القصه. اي واحد عنده مشكل بحال باك ونتي ولا حنا تنقولوا باك ولا ماشي باك، الله اعلم. شوف القانون شنو تيقول وشوف الوقت شنو غادي تقول. اي واحد في بلاصه كنتي في بلاص تتوقضي بهذه القصه. بزاف الناس حنا دابا ملي عاودنا شفناك، على حنا الفريق البرنامج كلشي تيقول هي ديك البنت راه رجعات، ديك البنت اللي كانت تقول على باها وكذا وكذا. يعني خليتي لداخل فينا واحد البلاصه، ماشي ماشي دزتي ومشيتي بحالاتك. المهم باك توقض الحمد لله. توقض هضر معاك، هادشي اللي بغيتي. بدل اللغه معاك. بدلها الحمد لله، يعني رجعت بدلتي اللغه العنيفه باش هضرتي. بدلتها يعني مين تبدل معايا حتى انا قلت غادي نبدل. حتى انا قلت لي سمحت ليك، سمحت ليك الا كنتي با ولا لا سمحت ليك، حيت انا قلبي سماح ولله الحمد. انا حنينه ما كرهتش نحن فيه. انا والله الا ملي كنشوفه غادي وقدامي وهذا كان ما عرفتش كل لقيت ما شنو ندير ليه، حيت انا صافي حسيت به با، حسيت به با ماشي. والظروف فرقتنا هادي ما ولكن هاي الظروف انت كتقاتلي مع ظروف اخرى، تتصنعي الظروف. انت دابا انت كتصنعي الظروف، وهاد القوه بعدا باش كطالبي بحقك ماشي سهله.
راه واحد اخر ما يمشيش ما يوصلش لهذا المصل نهائيا. تقول لك ما بغاش يعترف بي الله يعاون، انت كتقلبي على راسك، انت بغيتي تقولي غير شنو هي كنيتي انا، عطوني غير الكنيه عباد الله. بغيت الاعتراف، بغيت انا يعترف بيا با، حتى انا قدام المجتمع نقول با، ماشي ديك الكلمه ديال بنت الزنقه اللي كانوا كيقولوا عليا. الحمد لله انا منين وجهت النداء ديال بنت الزنقه، وهذا شحال محتصل بيا في العائله، قال لك شكون هذا اللي عيرك في العائله وقال لك بنت الزنقه؟ قلت لهم بدون ذكر الاسم، راه تعداوا عليا الناس بهذه الكلمه هذه، كنرد ديما السبع ديال الوالده ديالي، علاش يقولوا لي الناس هذه الكلمه؟ علاش المجتمع ما يرحمنيش؟ علاش واش انا ما عنديش قيمه في هذه الدنيا؟ علاش زاديت انا باش يعيروني الناس في حالة؟ ولكن انت عندك قيمه في هذه، انت اصلا عطيتي القيمه لراسك. كل ما بغانيش حتى ما يخلقنيش نهائيا، كل ما بغانيش اصلا. والحمد لله هذو امتحانات، الحمد لله، مع ان نقولوا الحمد لله والشكر لله، هادشي اللي غادي نقول. باسو كاينه مازال نكملوا ان شاء الله، من بعد نشوفوا نهضروا شويه على نفسيتك ونشوفوا الافق ديالك شنو جاي فيه ان شاء الله. نشوفوا كاينه نكملوا معك القصه ديالك. دابا شنو اسستو انتي وباك، ولا ماشي باك، شنو اسستو؟ علاش اتفقتوا؟ شنو باغي، شنو ناويين ديروا؟ دابا توقدتوا بجوج، تواجهتوا بجوج، بغض النظر على الطريقه باش هضرتي، والقوه باش هضرتي، ولا العنف باش ضغطتي عليه لانه كهددتي وقلتي بزاف تاع الحاجات اللي كانت صعيبه عليه هو، حتى الخوف ممكن يحرك بزاف الحاجات في الانسان. يعني هو كل ما داك الخوف ما يبغيش يمشي معايا ولا حتى انا يعني هضرت على حقي، ما نكذبش عليك، انا هضرت على حقي باش حتى هو نحرك فيه شويه الضمير. بيان سور، مسؤوليه، من حقي انا نطلب ورقي، من حقي انا ملي قالت لي امي هذاك باك، من حقي نتبعو حتى انا ونقول لها نتواجه معاه. وكان ممكن هذا المشكل تفضيه شحال من عام هذا؟ شحال من عام هذا؟ علاش بقات وسال دابا؟ حيت هو كان معكس، حيت ما كيتصنتلياش، ما تجلسوش لا تصنت. ما عمري ما عطاني ديك الفرصه نجلسو بزاف، ديما خدام داير فهمتي، ديما راميني، ديما القميع، ديما الجروح، ديما عمري ما عطاني فرصه. انا كنت فرصه الناس وجيت ليها الحمد لله. ايوا دابا خليناها في لا دين، لا التحاليل. واخا شنو كاجراء، شنو خصكم ديروا؟ يعني سولتي شنو خصني ندفع واحد دعوه ديال تبوت النسب للمحكمه؟ ايه درتيها؟ مازال. وعلاش؟ حيت ما كنخاف يطلبوا لي الماده ديال التحاليل، هو قال لي انا ما عنديش باش نخلص لك. غير الفلوس، مشكل فلوس. ايه وبداو بعدا يعني قال لي القاضي والاب كيطلب التحاليل، واش انت عندك باش تخلصي؟ وانا غنقول ليه لا، ممكن حتى هو القاضي يقول لي ايوا الا لا جين عندي. انا كنخاف من هذا الشيء عاوتاني. لا ولكن يعني مازال ما فكرتش يعني كل شيء دابا بالماده، يعني كل شيء اللي ممكن تعاوني. تطلبي بحق، وهذا الحق خصو امكانيات باش يتجبد. ياك اذا ما يمكنش تكون هذه الحاله كلها منوضاها وفي الاخر ملي توصلي تقولي تراجع. لا، بديتي طالبي بواحد الحق، تبعيه. تبعيه، نتقاتل عليه بهاد القوه، خصك تكملي على الحق ديالك، تمشي ديري الاجراءات مادام مفتوح الباب انك تمشي ديري دعوه وتبوت النسب. وهو بغى وتوقد وعرف المسؤوليه ديالو، ما كاين مشكل، سيري معاه، سيري غير سيري. غادي نمشي فهاد الطريق، ما حد دولنيش هو بغى، ولكن كيبقى لي المشكل في الماده. يعني اجي نقول لك واحد الحاجه، تخوف من، انا نقول لك واحد الحاجه، لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، شي ليله انت والوالده جالسين طاحت فيكم شي وحده مريضه، خاصها ديك الساعه تهز لا كلينيك. ياك ديك الساعه خصك تفتحي، لا قدر الله. حنا دابا غير مثال غنضربوه، نفرضوا انا نحيد عليك، انت طحت مرضت ديك الليله هزوني، خصني نفتح، جيبي 1.5 مليون، تموتي عليها ولا ما تموتيش عليها؟ ها مساله حياه او موت. ها نمشي ندق على الجيران، تسلف امي مريضه ولا بنتي ولا كذا، اعتبريها مساله حياه او موت. كنيتك مساله حياه او موت، عندك غتبدل الحياه كلها لما ديري التحاليل، حياتك وحياته، وتحطوا النقط على الحروف. الا هو باك غير توضع واحد الحد لهذه المشاكل، يعني ما غاديش تعرفي راسك شكون انت، عارف راسو شكون هو، وكلشي غادي يرتاح فينا، وتمشي اختي تقراي ولا تخدمي ولا تجوجي ولا شوفي واش ديري في حياتك، وتخلي الراجل هاني مع وليداتو مع مراته. وانا هانيه، فهمتي كيفاش؟ خذيها مساله حياه او موت. نمشي انا خاصني فلوس، نمشي نسلف، نتكلف، نقلب، فهمتي؟ ماشي تجي حتى لوسط الباب ويقول لك دقي، تقول لك خفت لا ندق، لا يقولوا لي با. فهمتي؟ الامور ما خصكش تاخذيها بهكذا، واخذها بهذه القوه، خصك تكملي ان شاء الله. فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ فهمت، يعني خصني نقلب على، يعني شكون اللي غادي يعاوني؟ غير سيري، غير بداي. سهل، شوف غادي ندير الدعوه بعدا ديال تبوت الناس. ديري الدعوه، حتى الا قال لي القاضي شي حاجه ديك الساعه غادي نمشي ندخل الابواب. ملي توصلي تما عيطي لقصه الناس، صافي؟ ملي توصلي للامكانيات ديال التحاليل عيطي لينا.
وحنا غنفكوا هذا المشكل ان شاء الله. صافي واذا باقي تواصل نتواصلوا معاك سيري انت فين مدينة انت الخميسات فين في الخميسه غتمشي لمحكمه الخميسات وغديري الاجراءات ديالك راه الناس ديال الخميسات تيشوفونا محامين كاينين تبارك الله الشرفاء وكاين ولاد البلاد وتنعرفهم انا بنت الخميسات وكنعرف الناس المزيانين تما بزاف اللي غادي يوقفوا معاك وغادي يعاونوك وهذه دعوه للناس ديال الخميسات انهم يتعاونوا معاك منين وصلوا اختي الفلوس عيطي ليا صافي وغتثبتي واش باك ولا ماشي باك واش انتي بنتو شكون نتيا وتهنايا اتفقنا ان شاء الله يلا